بس هو اني يا اخوك ما ماني من رواد الكلام. وعندنا العيله كلها ما حد يشرب سوبيا. السوبيا ما احبها، ما يحبونها. جيب لي حموضيه. حموضيه حرقه سبيكر عشان لا يا ولد. انا من يومها بيت شيت هذيك حقت العصافير اللي يشربوا ما جاء عصفور شرب منها. كل يوم معاي فيها للمباقي نفس ما هو. ما نقص. خلنا نروح نرجع. اوه اليوم والله اني اليوم ضغوطكم ترتفع. ليه؟ اي والله يا رجال قد انضغطنا واجد. اوه يا ملح عادي يا رجال صرنا حتى ذا. انا احب اكل الملح والله ذي واجد من كثر ما كنا في الحياه من الاملاح صار اسمنا كربونات الصوديوم. لا كلوريد الصوديوم. ايه الملح وسويت سواياك الله مينك. لا طيب والله يحييك الملح. لا احسن شيء نادر ود فنانه. بسم بالله ما شاء الله تبارك الله. والله برا ناكل باب بس لازم كلهم برا لازم كل واحد يشرب يرقد جنب دبه الثانيه ابو سبع ريال. والله تبي صحيح والله انا ماي والله انا ماي ضمياني نصحى بكره هذا ابيض ضما ضما ضما. انا انا السمطره وين عشان ما يحسون بالطعم. حط شمطره شو مطرة شو مطرة شو مطرة. تدري في مكان اسمه سومطرة وين؟ في عمان. لا في لبنان. لا والله اني اعرفها. اندونيسيا. ايوه سوق قطرة. سوق قطرة؟ ايه في سوق قطرة وفي سوق قطرة. سوق قطرة دي جزيرة في اليمن. ابها لا في اليمن يا عم منيب صدى الله يلعن جيبانك. اسمها سوق قطرة. سوق قطرة عشان العيال صدى طالبينك. طب انطف يا عم منيب طفي مايكات. تعال لقيت احد. اي عندك عندك سبيكر مره يا عم منيب. اي بيض الله وجهك يا عم منيب. يا عيال ترى العيشه خلصت. اللي جاي عاني جي جاي. قرب يا ولد قرب. زين عندنا وشين حوالينا مالح مالح. لا يا مسلم ما ناقصها ملح. قرب على مالح قرب. ملح ملح ملح. اقسم بالله فنان يا اخي. ايه الرز حب ومالح كانك تاكل فصفص. الملح عندنا والحلو حوالينا. شو يقول يا عم يا عيال. امزح والله انه طعم. والله انك كذا. ما شاء الله يا عيال العيشه خلصت. الله يرحم شيبانكم. تعال اللي ما عنده ضغط يقرب. اللي ما عنده ضغط ما عنده ضغوط من الحياه من البرنامج من الضغوطات اللي برا لا يجي. نبغى سومطره. جالسين حاكم يا عيال. سومطره سومطره يا ولد يا عيال. انت بتروح شوف الشطه في غرفه النوم جيبها معك في الغرف. الشباب بنروح الغرف. من يسلم على الطبخ يا عيال. لا لا بعدين مسوي طبيخ ودنا اسنن بعد صراغي. والله ولا حق ترك السن. والله صامت. ها والله صامت. شوف انت شو الدرعيه كل ابوه تعال الله. السلام عليكم. السلام. ايه السلام عليكم. السلام عليكم. الكبسه هذه حلوه. ايش ميزتها؟ ما تاكلها مع بيبسي. مع شاهي. معك ضغوطات من الحياه؟ اي والله. ما تصلح لك اللي قاعد يجي. ليش؟ مالحه. مالحه؟ زيد ضغطك. يا رجال ضغطي رافع عايض اليوم. خايف شيطان. اي والله وين المالحه وين اللي ما هي مالحه. اي كلها في قدر واحد. عندكم كلها في قدر واحد. لا ما هو قدرين. والله ما ذيك والله ما اقدر الحق قدرين مالحه. وانت منهم عدو. خلنا سلام يا سلام. تعال جاي جاي. تعالوا هنا تعالوا هنا يا عوان. هذه مالح. اقربوا جاي. اللي عندكم ما صامت باضه ولا سحس؟ اهون اهون سحس ولا باضه ما ادري. انا طالب سحس ابابا ايها الكرماء. فكوا الكاميرا. يا اطلق اطلق مخرجين مروا على برامج الواقع كلهم. عبد الرحمن عزيزي. تكفى تكفى هذا ما له عجاب. تكفى طالبك يا ابو جابر. طالبك يا ابو جابر قل لهم لا يحطون علينا كبر ثانيه. تكفى يا بابا بالله روح 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 خذ الله وتعال.
راح وفر برا صح بالله صور والله نفسها والله حلو هذه قلت للشباب سمت الله حلو هذه هذه ما توكل صالح 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 انا كلها شخصانها طبعا الحين كيف اكل كيف الطريقه ما انا ادري تعامل خالي ما اجيب كذا بعد يا رجال كفو 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 قصدك بالسوق على بعضه والله يجيهم من اي زاويه تتوقعها كيف الحين شوف على في يمين ويسار لا خلك 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 الله يرضى سلام عزيزي لا ما هو انا عسيري 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 استا والله مدح ابو الحيه ترى الطيب نيكولا داري انه ما جاني مدح رجع والله 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 نودي انك سند بعد الصلاه صدق في واحد والله ابدع والله ابدع اقعد لك الى ايشه خمها وكله والله اني امزح والله ان رجال نقتنا في المشاهدين ونقتنا يا رجال قدرنا 70 يوم والله قدرنا يمون عليهم اكثر منكم والله العظيم قدرنا يطلع عليهم ملابس وسخه شباب يا صفار حج حطنا شطه اسكب لي لا بس بس ابدا صب لك ها ايه صب لك ابو سعود لا لا سمي ابو علي لا ثاني وينهم بس يا جميل جميل ولا يقول لي عندهم شغل عندهم شغل اجي السفاير مالك الان صوت السبيكر يوصل للإدارة لو تتكلم في السبيكر نجد بابا انا بابا ما عنده مخاط يا رجل يوصل السبيكر للإدارة عبد الرحمن ما ادري رب السعودي يجي يرتفع ضغطه بكره يقول يلغى التمديد ليه ما انت راضي على التمديد بو هلا هلا يقول يزعل هلا تسلم وعالمين معه سلم نفسي وعالمين معه سلم نفسه ما يحتاج عاد تسلمك بضحيان انت بضحيان يبي برنامج يتمدد ما عندي مشكلة بس انا هشتاب قلت ربع شوي والله ما عاد يفيدك بضحيان يوسف ارتفع ضغطه لا والله لا والله اني ارتفع نهاية البث زين بتجي حفلة بيجي هوشة أنا متوقع ارتفع ضغطنا من بعض أبو علي عاد أنا وياك مرتفع ضغطنا من هناك يلا إيه إيه من جلساتنا أنا وياك جايين مرتفع ضغطنا يلا الله كنا نشكي بعض أجل وضحت الهوشة وضحت بين مواليها يا العيد يقولون رجل بينه من عصاري احنا ما بينه ترمع الغرفه الربع لو تشتغل شيله يا سلام وين تاخذ كيف يوسف وين تاخذ عادي عادي ترى ما شيء والله لا يا صالح حرام عليك انك تسمع شيله وانت تاكل ما حرام ما حرام ما قال لك انه حرام عشان ما اقول يا اخي هو يمكن غالي طحت في التسليمات انت كيف ما بحرام كيف ما بحرام يا اخي هو شيله يا رجال الشيله نفس الاغاني لا تسوي نفس ارتفع ضغط الحين لا يتهاوش معك بس خله عليك صد صد قراني صادق نفس الاغاني لا اله الا الله يا شباب هو يقصد بعد بالله شطله انت بعيد هو يقصد المشاهدين ايه؟ ما هو تشغل عندنا تشغل المشاهدين والصوره علينا هذا اللي يقصد ابو يوسف اي عبد المحسن صالح سيري ما خرجني ما لقيت نفسك ما خرج اساليب الراك راك يزز انا
تورط قويك سلامك قدام أبا تورط قويك سلامك قدامك مشاهدينا الكرام. ليه دا وراك يا زيز وراك يا زيز لا مع الحل الأول شطة يا ولد مع الحل الأول أنك تسوي صوت معجب وتطلع فاصل المشكلة تسوي صوت معجب وزاد ما يفهم بابا ولا يطلع فاصل يعني خربت منه لا معجب سبحان الله لا المشكلة الحين في ستريم 2 يعني بكرة فلاش باك أنت محور يا رجل أنت ديفرنس ما عندك محور هات بيبسي والله ما اضحك شباب والله لا يوقف والله كنت تاكل والله ما اضحك شباب والله انك واحد يا شباب تبغون مع ضحك لا والله صالح والله احنا والله ذم ضحك اقسم بالله فشلت جميع ذبات البرنامج الله يطول عمرك والله ما تواجدنا هنا الا نضحك البعض رحمنا يا ابو صالح ايوه سلام بيض الله وجهك بس انا داخل هو يطلب بيبسي وانت تحط شطه هو يبي شطه يعني بس صح بس صح ضغطكم مرتفعه بس ترى عادي يضحك ضغوطكم صح جمع ضغط ضغوط ايه عطنا شطه تلوش ابغاط ابغاط مضاغيط امسي ابو ايش تبي السعد عطنا شطه يا صالح والله وجهك يا ابو محمد وجهك اطلبك بوجه ما تطبخ لا تاكل بالله يا بابا شوف شوف الصحنه شوف حيده لا لا شوف حيده شوف حيده تدري ليه يا ابو محمد ليه ما يبغى تطبخ عشان ما تغطي على بعض العيال الا لا عاد تطبخ لانك ايش خاف دنعه انا ابغى اتعبك خاف دنعه ما عاد يطبخ يا عزيزي تم ما نبغى انت تعرف تعبان ولا نبغى نتعبك ولا نبغى نرهق نخاف على صحتك شغل احنا نخاف على خصومات اللي تجيك احنا نتعب ما دوري هلا بالبليجرو سالفه انا صالح الشطه يا دقيقه انا ابي الشطه ما شاء الله تبارك فاتح يا ولد اتكلم يا عزيزي شوف الحب انا ما ادري ايش بك عبد المحسن الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكلم الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو الو لا 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 في احد مشوفي لا 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 يا قول تبي تتكلم الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو والله ما حطها ما فيها حطها ما يعد شكل بث برا يمكن في الابداع ليته والله ودنا وين برا انا فوق راس صالح صالح بس هناك لا يسارك اللي قالوها يسارك يا صالح ما يسوي يعني اعطاها الوضعيه كذا حطيتها بوجهها اجل كم حطيتها بوجهها من نوبي مانع عبد الله يا اخي ما شاء الله والله العظيم منيب اي يا اخي متعلم اي والله شيء ما حقني ضغط وسكر يا اخي اكتشفت شيء الله من كله دائما يجون مهندسين صوت يا اخي عبد الرحمن محمد جابر ثلاث كاسات بيبسي كذا يجونك هذي انا الرابع الرابع وجه الشطه ما تبغى تدري ان الشطه ما اكل الشطه ما غير عشان ايه والله قلت عملت مع مهندسين صوت واجد الشطه تزيد الملح ما شاء الله اي صح خلاص كبه الشطه لا ما تزيد الملح الا تبعد الملح تبع الليمون يا ابو علي ما عاد نبغى شيء نبغى السلامه الحين قلنا نبغى السلامه يا اخي احس ان شاء الله والله علي يدور فيكم اجر عبد الرحمن العزيز يقول ابوي ليه ما تطلع بدري على البد بطني يجعني بطني يجعني احس راسي ينبض عيوني بتندر ان شاء الله والله علي اطبخكم ثاني مره والله ان كان الله كاتب لي انه ما يفرق دي والله والله وجهك والله, والله أنا انت كفو احنا ندعمك بس ما ندعمك هنا لا طلعنا برا البرنامج بندعمك بيض الله وجهك اسمع اسمع هذا الكبسه والله ان الكبسه هذه انه المفروض معها شاي شاي تبي السعر لانه طعم فصفص اي والله بيض الله وجهك والله رز الرز حب ومكسرات هذا نفس بارتي كرانش اللي عندي بالمتجر طيب عادي عادي شوف شوف والله ايش حدك على الجوع قال لي اجوع منه كبها يا اخي قم كبها لا والله والله في 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 جبنه بالله يا بابا انك تحط على تست الجبنه اللي يبي يقوم يا اخي تك يا بابا بابا ما عمري طلبتك وما عمري تدخلت في امورك الشخصيه لا امورك الشخصيه دقيقه خلينا نتكلم امورك الشخصيه الاخراجيه فهمت انت وياه خلينا نتكلم ابو محمد انا الله يكثر خيرك رجل عامل الله يجزي عليك حبيبي وما قال عبد الرحمن انت اروح
يا عمي بابا انا ما قد دخلت امورك الشخصيه الاخراجيه. اول مره يقول عمي بابا. عمي بابا يا ولد خلاص شف حط الجمله انا والله شفت اثر شفت اثر والله معك عسيري والله اني كنت جوعان بس اضغطوني والله مالوف هذا اثر الملح يا عبد الرحمن. ايه مسوي متضايق وقمت انت اصلا ما تبي تاكل. لا اي والله شباب كلوا لحم بس ما في ما في ملح. ايش تقول؟ كله دجاج دجاج. الله يكثر خيرك يا عسيري يا عزيزي. يقول عسيري جل عافيه الله يجعله بالعافيه الله يعافيك. لكن اما علم خوينا علم خوينا. والله يا ابو محمد انه يكفي انك طبخت عاد ملح ولا صامت. اقول والله بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا ابو محمد الله يكثر خيرك يا المملوح تسدح يا المملوح تمدح. صدقني انه ترى ما حط ملح بس 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 هو السواء حط اصبعه بس. ايه انه بين والله مطعم شكله يا معلم مناسبه ما يمدح خذ عقلك. لا مدح صرف الله العظيم يعني منك والله تجيب الضغط. لا ممدوح قضيت والله تقدر خير انا ودي لا تكفى والله وش يسوي هذا يو اني عنهم ولو ظلي بكره عمال قناة هبد مهاود مع عشان المكان اسمه يا انا عوجهي عن عباس اقول لك ايه عباس ما عنده يدخل مع الباب من كبر راسه ابو داحم بودي له بسيساتنا بس ياود خايف بجرب تقدر تروح الكلاب برا ايه حصل جديد ناشبه في حلق نادر انت من لون الكبسه انك حبيتها وادري انك تبغى لكن ما راح اعطيك والله صدقني ما راح اعطيك عن بوضه هو صامر انك طبخه زين انا عوجع على العمار وين الشفافيه؟ خلاص والله ما لكم سنه وش الشفافيه هذه؟ والله وش الشفافيه صدق شوف احنا اتفقنا امس يكون في شيء هذا اتفقنا امس بارتي كرانش ومدري شنو بارتي كرانش تلقاه في متجر فهد القيس سوي لنا حطنا عندي حط صاين صالح موجود الرابط موجود بالحساب احنا مدري ليه قرب الاعلانات الشفافيه ذي ليه؟ ترى يجي رجال يطبخ لكم اليوم راح يجيكم والله بينك مشاهدينا الكرام افضل طبخه مرت عمرنا مشاهدينا الكرام اخويانا طبعا انتم مشاهدينا انتم مشاهدين صح مشاهدينا الكرام تشاهدون انتم صح؟ نعم تشاهدون يا حي يا الربع صاحب نوي متجر اي متجر وين؟ متجر صاحب نوي موجود الرابط ايوه موجود الرابط بحسابي اذا اخذتوا جوالاتكم من عند اداره الله الله يا احمد حنيفي عفوا ما حد يلقى عندي ما لا ما حد يلقى علي مدخل لا اخذوا جوالاتكم من عند اداره ادخلوا على حسابي بتويتر حلو شو اسم حسابك صالح ايش صالح بلوي ونعم ما عليك زود وتدخل حسابي اللي الصوره كذا من جنب الوجه ايوه وجه كذا طالع من فوق ايوه وكان كان ما يدري وهو يدري اصلا عرفت ادخل على هذا تلقى صار اسوي لها ريتويت ادخل على هذا وتخير ما بين عطر ما بين عسل يا عسل الله يطول عمرك ما بين كراوش زي كبسة عزيزي ما بين مكسرات ما بين مسابع اخوي اي الشعاع مسابع اي والله يبشرون بس ابدا مسابع كوم عبد الرحمن العزيزي بالله سوينا شاي على زعلان 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 على الكبسه الجميله هذه تعال تعال محمد يقولون كركديه ينزل الضغط هو ضغطه مرتفع اوه صح والله يبينا كركديه صدق كركديه يقول كركديه على فكره انه اذا كان بارد يرفع واذا كان صافي أيوه. ينزل لا تشربه هو بارد يشرب بارد مو بارد ثلج يعني فاتر ينزل الضغط اي ويسوي طحال ما تفيد منه طيب يقولون يرفع الضغط ما ادري ما يرفع ما ادري بس انا ما يخف بالله اي والله من افضل شيء انك تشرب كركديه بارد فاتر مو بارد ثلج يا حط ما حط بالثلج لا 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 يعني هو سواه ساخن بعدين برد حطه في الغرفه لين يبرد سبحان الله علاج وعصفر تعبان المروه الثانيه بعد وش ايش بتسوي؟ ارجع سر امها انت طبختك فهد سر امها فهد سر امها فهد لا ترفع صوتك فهد لا ترفع صوتك فهد تحداك تقول
ترى الضغط واصل حده. ترى الضغط واصل حده. اي عود وراك تحس اني بخاف منك انا. ستر ستر زين. تحس اني بخاف منك انا. تحس اني بخاف منك ها؟ ها؟ تحس اني بخاف منك؟ تحس اني بخاف منك انت؟ ها؟ حرام عليك عنقود النسخ. هذا حب. طيب. تعال والدك بقى. تعال تعال والله انك سبحان الله مرح. تعال عشان تنفس. يلا. الناس ذي تطبخ لها ما تطبخ لها تسنع لها الله لا يبلان الله بس لا يبلان رجع سرمها بس شرى والله على اطبخ لك انا بنزح من البرنامج تبقين فاشلين انت ايه دعلك بعدين راح يا عبد المحسن محسن ايش يقول حسن روح الحق كلمه الحق ايش اقول له انت قد انا هارج سلام سلام. فعلا كامري. تفعل. ليه؟ بس من برا. سوي على عساف. نظرا على المرجع. على شفاف. تعال. ناكل تكفى. تعال يا عزيزي قول سالفة خليه يجي. علي ما ينشاف تعال. بسم الله في أوله وآخره. اسمع وش فيه؟ تقول أروح لأن أنا ولا إيش؟ أروح إيش أقول له؟ ألعب. تعال والله أنا ودي إنك تسوي لنا عصفر. اسلم ما اسمعك زين والله عطنا هاوس سبيكر يا عمي والله ما عاد في منقل ايش فيه يا عصيري انا ويش اعطيت كلامي من اخر صدقني يا الاشكال ذي يوم يذبحهم الجوع ولا يلقون غلنا يوم يسنوا لهم العيشه واكلهم ما ينفع فيهم الله يبيض وجهك والله اذا ما عاد الا ذزات والله ان الجوع احسن ايه بمسي بالله اقعد اقعد سامعي يا رجال انت بياع اخي اقسم بالله يا ابو علي لا لا انا ضايق من خاطرك يا رجال تسمع كلام هذا ولا صاحي انت يا ابو علي يا ابو علي شنو جاك؟ يا ولد صدر مشاهد ترى ادبر لهم وازين لهم الامور كل ابوها هذا الدايه تبغى كذا النظام وايش رايك يا ابو علي؟ بالله تبغى تصدر مشاهد يا اخي تبغى مغلط تبغى ما في كاميرات وقتها كيف تصدر مشاهد؟ تبغى تصدر مشاهد الا ان تصدر هناك انا ما اتصدر عليك باي شيء ادق دق لحيك انت متصدر علي في المرجله بكل جديه كلش لا والله معلش جعل عمرك طويل لا انت تاخذ افكاري تروح حركات بيا انت ممكن افطر مدري اتعشى مدري اتسحر علمت طيب انها فكرتي معك لا والله ما جبت طالع صدق ايوه ايوه تصدر المشاهد تصدره ارحب يا ابو مرعي ارحب لا باقي شوف هذا مرعي مرحبا يا ابو مرعي كان في صحن هناك والله بس انه مدر العمار ايش في ذا مقفل بحقد ولا ذا كان جديد في حبه ونص عسيري مرحبا والله ابو ملهي في كوب هلا بك ابو قعط يا عزيزي ما دعيت اخوانك ضعوف يا رجال اعطيت الاكواب بس اخوانك ضعوف مساكين برا في المسجد قاعدين جالسين نخلص بعض الامور عشان فعاليات اجحدها يوم عاوناك بيض الله وجهك وجهك الله يطول بعمرك شربنا يا ابو بس زي ما قلنا خلاص مثلا السقاطه هذيك لازم نروح اهم شيء انه ما فيها طلوع محل سقاط لا ما في يا الربع بالله قفل السوالف لما يشعل ما مع مايك فاخاف يجي الصوت يجي خصم انا ما ادري مايكي شغال طب مايك مرحبا انا كيف الو مرحبا انا يا جماعه صوت مايك هذا طافي ما مع مايك يعني انا اشوف ان الغلط انك تدخل بث بدون مايك والله شيء ما احترمت لا الشاشه ولا المشاهدين حتى المخرج ولا المخرج ولا ماد بس عمو منيب تدري يدور مايكه يبي يعطي صدى يلا معلش تخيل السيد. يعطيك صدى ومايك داخل والله العظيم انا معي مايك بس انا معي مايك قرب انا معي مايك بس عشان لابس اسود ما يوضح وطافي شيء شحن
واللي مدركهم يعذر الواحد ذا شاف بس معذور يا ابو مرعي معذور بس الاسقاطه يبغى لها محل تطلع لا محل اسقاطات قصدك لا بروح خياط بروح خياط بخيط ملعب لا 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 تسوي طقطق وتسوي نتكلم عن محل اسقاطات اللي اشتريت منه لا انا اقرب عليكم اسوي اسقاطاتك بدون ما تدري طبعا بروح خياط طيب انا شفت شفت المحل اللي جبت منه المحل اللي جبت منه اسقاطك هو اللي يقصده صح يسمي محل اسقاطات حق الدخولية ها يقرا سوالفك يا ابو حنيف يا اخي مجنون مجنون مغلق والله ذاك ذاك الحلو جني يمشي الدجاج كل ايه سبحان الله وينسونك ولا ينقص سوالف زين تقول لي معجب طقم جميل ايش فيه؟ تكفى حلو تكفى دبه تكفى دبه تكفى يا الله يا جدبه دبه تكفى يا معجب والله حلو طقم جميل اي شيء يلبسه جميل والله حلو طيب فسد فسد طيب احمد شوف لابس يا يلا حلو طيب اخضر باتح اخضر 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 باتح كنا ولع ايش دبرك؟ يا عافيه من عافيه من عافيه بن الله من عافيه على الأعصاب بعد تفنيد أحمد مرحبا أنا good like like والله العظيم كل شيء أي لايك سبحان الله حنا ندور سكاطك قاعدين نستفيد بس الفكرة اللي أعطانا إياها مشعل مستحيل يا أخي أسطورة 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 قال لكم قال لكم بس هذه نسويها تدرون متى كذا بعد أسبوع لا خلها في اليوم المية خلها ختامها مسك ختامها مسك والله كان في صحن ثاني حلو انت تاكل معهم ذاك الوقت للحين؟ لا توني جاي صدق تعال هدينا الله يهديك الله يهديك لا لا عادي والله سلم خلاص الجمهور صار فاهم يا اخي ترى خلاص خلاص تعال عادي والله خلاص وش قلت؟ وش قلت يا معجب؟ قلت له انت من ذاك الوقت خلاص وش كنا مطبخين مويا يا هماج؟ تعمل حصاد دار احمد الله على النعمة غيرك ما يقاعد والله يا ما ايش قلت؟ الحين كنترول وظيفتهم يقدر يلحقنا بالكاميرا الحين الكنترول ما يجوع يشوفنا ناكل صدق شو الحياه دي تخليك تلف لا تنظر فيها صح واكل ذا انت ذا ولا ذاك واكل وهو يطالع انت ذا اذا انت لا 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 ذا فوق انت ذا اي هذا الله يعينك لقمة العيش يعني الحمد لله من تحرك كذا العيال قال ايه تحرك تخيل يمكن نفسه فيها يا الله